السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم أصدقائي حلوين؟ النهاردة هنتعلم مع بعض حرف كاف. حرف كاف، نتعرف على أصدقاء حرف الكاف. كاف كلب، كاف كلب، كاف كتكوت، كاف كتكوت، كاف كمثرى، كاف كمثرى، كاف كتاب، كاف كتاب، كاف كرة، كاف كرة. نرجع تاني نشوف حرف الكاف زي ما احنا شايفين شكله. هنتعرف ازاي نكتب حرف الكاف. امسك القلم، هعمل واحد طويل شوية ينزل لحد السطر، اخره لحد السطر ما يعديش السطر. نعمل طبق كده على السطر وجواها همزة صغيرة، او ممكن نقول عليها كاف صغيرة. تاني واحد اخره لحد السطر، بعد كده طبق على السطر، وبعد كده جواه همزة صغيرة. تمام. طيب كيف، ماذا نأخذ معنا في حقيبة المدرسة؟ يا ترى بناخد معانا الكرة ولا الكتاب؟ مين يقول لي؟ الكتاب والدار. طيب سؤال كمان، ما الحيوان الذي يحرس لنا المنزل؟ يا ترى الأسد ولا الكلب؟ مين عارف يقول لي؟ كلب. شطار يا أصدقائي، برافو عليكم. هنتعرف بعد حرف الكاف لام. بعد حرف الكاف لام. طيب زي ما احنا شايفين شكل حرف اللام، نتعرف على أصدقاء حرف اللام. لام لحم، لام لحم، لام لسان، لام لسان، لام ليمون، لام ليمون. نكرر تاني مع بعض، لام لحم لسان ليمون. هنتعرف ازاي نكتب حرف اللام. اهو امسك القلم، واحد وينزل كأنه طبق صغير كده يغرف من تحت البحر وما يطلعش تاني. تاني واحد ينزل تحت السطر، سلطانية صغيرة كده، عامل زي عكاز جده المقلوب. تمام. او عامل زي المعلقة، سهلة وبسيطة جدا يا أصحابي. أهي واحد وينزل ونلف كده كأنه زي العكاز. تمام. صل. نقرأ مع بعض الحروف اللي قدامنا، كاف لام. الصور اللي قدامنا برضو، ليمونة وكتاب. يا ترى خدنا كاف ايه؟ كاف كتاب. شطار. طيب لام، ايه الصورة تدل على حرف اللام؟ ليمونة. شطار يا أصدقائي. بعد كده قال لي أكمل. أول حرف عندي هنا حرف طاء. طاء. طيب بعد الطاء مين فاكر يقول لي؟ يلا، ظاء. برافو، ظاء. شكلها بتتكتب ازاي؟ قلتلها النقطة ما ننساش. بعد الظاء عين. بعد الظاء عين. بعد العين غين. بعد الغين فاء. بعد الغين فاء. بعد الفاء قاف. بعد الفاء قاف. بعد القاف كاف. بعد الكاف لام. بعد الكاف لام.
بالحرف الدال على الصورة زي ما احنا شايفين قدامنا كده. صورة أول صورة قدامنا صورة ايه؟ طائرة. يا ترى ايه الحرف الدال على صورة الطائرة؟ مين فاكر يقولي؟ تمام، طاء طائرة، شطار يا أصدقاء. طيب ظرف، ايه الحرف الدال على صورة الظرف؟ ظاء ظرف. عنب، ايه الحرف الدال على صورة العنب؟ عين عنب، عين عنب، نكتب العين. اختر الحرف المناسب. قدامنا هنا صورة فراشة، يا ترى ايه الحرف الدال على الفراشة؟ نشوف كده الحروف عشان نختار منها. حرف دال فاء، يبقى مين؟ حرف الفاء فراشة. قلم، يا ترى ايه الحرف الدال على القلم؟ الباء ولا القاف؟ قاف قلم. كلب، ايه الحرف الدال على صورة الكلب؟ كاف كلب. لحم، الحرف الدال على صورة اللحم؟ لام لحم. وفي نهاية الحلقة بتاعتنا استنى من أصحاب الشطار الحلوين وإحنا بنذاكر مع ماما بنحل الواجب، اختر الحرف الدال على الصورة. وقدامنا 3 إجابات، قدامنا صورة كلب، ندي لك 3 حروف تختار منهم حرف الدال على الكلب، عين كاف دال. هنتظر إجاباتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.